بكم بكل خير واهلا وسهلا ومرحبا بكم في اولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كاس اسيا تحت 23 سنة. بطولة كاس اسيا تحت 23 سنة في نسختها الرابعة هنا في تايلاند في هذا العام في عام 2020. ومباراة تجمع الاخضر السعودي امام المنتخب المضيف منتخب تايلاند في مواجهة نتمنى كل التوفيق فيها للمنتخب السعودي بأن يصل إلى الدور نصف النهائي وأن يكون أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة التي تؤدي المنتخب التايلندي. هنا صافرة طبعا هذه المواجهة ما بين المنتخبين كرة تايلندية لكن حريات سوى هدف وحيد. وهنا لدينا محاولة حذاري من هذه الكرة تسديدة يمينية تايلندية عن طريق اللاعب سوباتشاي. هذا اللاعب الواضح في الصورة من خلال طبعا تايلندية عن طريق اللاعب بانتونغ عند الكرة بينما التدخل كان موجود في اللقطة الماضية. خطا يصفر حكم اللقاء على هذا اللاعب سوراويت بانتونغ اللاعب اللي ارتكب الخطأ في بداية الدقائق الأولى من عمر هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. فرصة الآن تايلندية والتصويبة تأتي خطيرة كانت الكرة الماضية. تايلاند واضح تماما النوايا عند المنتخب التايلندي واضح تماما المعنويات الكبيرة عند لاعبي ولدينا هنا عرضية محاولة ما زالت قائمة لكنها في الأخير. كان هذا الحديث للمدرب أكيرا نيشينو مدرب المنتخب اللي لدينا تمريرة انطلاقة سريعة الآن تأتي في اليسار محاولة المرور لكن تقول هذه الكرة أنني يتقدم لدي الكرة من الجانب الأيمن بعد ذلك تمرير الحمدان عبد الله الحمدان والتسديدة لكن انصدمت في دفاع التايلندي. خطيرة برافو النقلات تحركات ومن خلال التمريرات القصيرة التي من الممكن التايلندية بينما هنا كرة من الركنية ترسل عالية التغطية كانت موجبات الأولمبية الذي سبق له أن شارك. وهنا لدينا محاولة فرصة تأتي لكن حارس المرمى كرات ناريتشان أبعد هذه الكرة. أعود وأقول بأن المنتخب السعودي 196 كرة تصل لمصلحة المنتخب السعودي عن المدرب طبعا إيفو ووترمان المدرب اللي كان حاضر مع المنتخب السعودي في أولمبياد أتلانتا في عام 1996. المنتخب تنفذ ركنية منقولة كرة عالية داخل منطقة الجزاء لكن كرة تبعد. كرة من الجانب الأيسر لدينا هنا تمريرة سعودية عرضية داخل منطقة الجزاء على هذا الأمر وقال بأن المباراة ستكون ممتعة. أرسلت كرة طولية عالية داخل منطقة الجزاء لكن التغطية هي رحلة المرور بعد ذلك العرضية لا تأتي خطيرة ولكنها أبعدت من مدافع المنتخب السعودي وتحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. علي الحسن أبعد الكرة الماضية قدم يحاول من أمام المدافع التايلندي خطيرة عبد الله الحمدان والعرضية لكن حارس المرمى يتصدى وقبل ذلك الكرة تجاوزت خط التماس وأصبحت إلى ركلة ركنية. سامي يرسل كرة داخل منطقة الجزاء الراسية تأتي لكنها تحولت إلى خارج ملعب إلى ركلة مرمى. محاولة كانت عن طريق عبد الباسط هندي في اللقطة الماضية وبالتالي عادت هذه الكرة إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. هناك طبعا التوأمة في تويب وثايتا ثورن من مواليد الثامن من شهر نوفمبر من عام 1997 بالنسبة لسامي النجعي يرسل كرة داخل منطقة الجزاء والراسية تأتي ولكن في الأخير إلى ركلة مرمى. الكرة تحولت إلى خارج ملعب إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب التايلندي. ركلة مرمى الكرة في اليمين كرة ترسل ساقطة داخل منطقة الجزاء لكنها في المنتخبات وعلى صعيد الأندية. فرصة الآن تأتي السعودية خطيرة ولكن حارس المرمى كرات ناريتشان تصدى لهذه الكرة. كرات ناريتشان في محاولة عن طريق المتقدم يرسل كرة بصورة خاطئة. سامي النجعي يحاول ولكن لم تسجل المرمى. كرات بكرة إلى سامي حسان إلى حارس المرمى اليامي يرسل كرة هذا اللقاء. عموما لدينا محاولة سعودية انطلاقة الآن تأتي كرة منقولة كرة باليسار لمنتخب كرة ما زالت سعودية خطيرة فرصة ما زالت قائمة لكن دفاع التايلندي يبعد هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. يطلب الكرة في الطرف الأيسر وصلت هذه الكرة إلى سامي المتسلل في اللقطة الماضية. طبعا عندما سئل المدرب أكيرا نيشينو
بعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة بتعود مجدر بكرة الأخضر وعرضية وهدف، ولا لا 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 ضاعت 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 فرصة الهدف الأول يا عبد الله الحمدان. كان بالإمكان أن تفرح كل الجماهير السعودية بهدف قريب. فرصة لا ما زالت للمنتخب التايلندي لكنها سهلة سهلة سهلة. على تأتي فرصة سعودية، عبد الله عبد الله الحمدان ماذا تريد أكثر يا عبد الله؟ في فرصة كان فيها في الطرف الأيسر، خالد يبحث عن مرور، كرة بتعود من جديد، بينما التدخل كان حاضر في اللقطة الماضية وخطب يصفر حكم الإيقاب، خطب على إلى زميلة، بعد ذلك سعود عبد الحميد عرض التفويت بهذه الصورة، يا السلام نقلة ولكنها مقروءة. الكرة التايلندية فرصة لأن تأتي لتايلند، لكن حسان بمبدأ إلى كرة منقولة لكنها خاطئة. خالد الكرة ما زالت قائمة، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن الكرة عبد الله الحمدان والتمريرة حاضرة، سعودية خطيرة. وين الكرة؟ تزيد بعيدة يا أيمن، تزيدة أيمن كانت بعيدة، لكن عينك على المرور الجميل الذي سيأتي في الإعارة. كرافات تحولت بعد ذلك إلى خطأ لمصلحة منتخب تايلاند. هذه هي الكرة التي تدخل فيها أيمن، يضغط يستعيد هذه الكرة، أيمن يمرر تنقل هذا، خالد يرسل كرة، سامي هذا السريع في الطرف الأيسر يبحث عن عرضية، لكن الله على حق فرصة سعودية. خالد الغنام والتسديدة، لكن ضرب عالية مميزة رائعة. يا سلام، ليس فقط الأدوار الدفاعية التي اكتفى بها حسان، وإنما كذلك في الدور الهجومي في كرة مميزة. يا سلام يا سلام يا سلام، في ظهر مدافع المنتخب التايلندي كادت منتخب التايلندي يبدأ سريعا من الطرف الأيمن. المنتخب التايلندي الكرة وعادت من جديد لمصلحة المنتخب السعودي. سعود عبد الحميد، حسان تبكتي من قدم شوط أول رائع. هذه الأسماء التي تتواجد في تشكيلة تايلاند. الكرة إلى عبد الله الحمدان، الحمدان هذا ميدانك، الحمدان أرنا مهاراتك وتحركاتك واسعد الجميع بأهدافك. عبد الله الحمدان الغنام يتقدم، خالد الغنام والعرضية صدمت تبصل منقولة. هذه الكرة وصلت كرة عالية من الجهة اليمنى، فرصة لعب الكرة العرضية لكن في الأخير لاحت الأخضر تلاقة خالد الغنام تقدم، والغنام يتحصل على خطأ، خطأ كان موجود على لاعب المنتخب السعودي سامي يرسل كرة ولكن إلى خارج الملعب. تحولت هذه المرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب التايلندي. تحدثت عن البدلاء، هناك هي النجعي، هي يا سامي عند الكرة ولكن تردد. فرصة المرور والتقدم والمحاولة لتايلند، لكن في الأخير أسماء لتتواجد في دكة بدلاء منتخب تايلند. خطأ لمختار علي، تدخل كان موجود من جانب اللاعب سوباتشوك سرشان تدخل في اللقطة الأخيرة. سوباتشوك هات المنتخب السعودي، عرضية ترسل داخل منطقة منقولة. هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب، الكرة باليسار، عرضية سعودية عالية خطيرة الكرة، ولكن حارس المرمى بعدما انصدمت الكرة في العارضة، لكن قبل ذلك تجاوزت خط التماس. عبد الرحمن غريب يرسل كرة داخل منطقة الجزاء، بتعود الكرة مرة سعودية، تنقل كرة إلى أقصى اليسار باتجاه سامي النجعي، يقطع هذه الكرة بينما هنا تسديدة من هذه المسافة، لكن يا سلام مرر بصورة ممتازة، فرصة سعودية خطيرة سعود والعرضية، لكن الصين أن يسجل كرة تصل من الركنية، بينما حارس المرمى الثاني من هذا اللقاء فرصة لا تأتي سعود عند الكرة، عرضية الكرة يحاول فيها، لدينا هنا تمريرة، كرة وصلت من الطرف الأيمن، سعود عند الكرة الحمدان عبد الله الحمدان ويطالب بوجود ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء للمنتخب السعودي، صافرة الحكم عبد الله الحمدان، ركلة جزاء للمنتخب السعودي، اعتراض من لاعب المنتخب التايلندي، ليست ركلة العودة، ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء حمدان، عبد الله الحمدان الحمدان، جول الحمدان يحل
يعلق بالصقور عاليا هنا في سماء ثمسات ويسجل أول هدف الأخضر. الأخضر يتقدم، الأخضر يسجل عن طريق